يجب أن يشعر الطفل لما يدخل لمركز حسين للسرطان للعلاج بأنه ما زال يمارس طفولته. في أمثلة كثيرة بهيئها مركز حسين للسرطان لأنه الطفل يشعر بهذا الشيء، واحد منها طبعا غرف الألعاب اللي احنا فيها. مرض السرطان مكلف جدا ويستهلك يعني نسبة كبيرة من ميزانيات الدول، ولا تقدر عليه حتى الدول المتطورة، والأردن ليس استثناء. لكن رغم التكلفة ورغم نهاية التكلفة في تزايد، لكن يبقى تكلفة علاج السرطان بدولنا بالأردن أنا بحكي كوني مطلع عليها أكثر، ومركز حسين للسرطان كونه هذا المجال اللي أنا أعمل فيه هي أقل بكثير من الدول الأوروبية بصورة كبيرة. تشاهدون البرنامج الوثائقي الخاص بعرض تجربة مركز الحسين للسرطان في الأردن، يأتيكم في الأوقات التالية.